السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم حمزة الفجاج في الفيديو الثاني من لا فورماسيون ديال سيسكو اي اس اي فايرول. بالنسبه للناس اللي ما شافوش لا فورماسيون ولا ما شافوش لا بروميير فيديو، يقدروا يشوفوا يرجعوا لاشين ويشوفوا لا فيديو يعني اللي قبل من هذه باش يفهموا كيفاش غادي نخدموا. عندكم اللين ديال لا فورماسيون، يعني اللين ديال البلاي ليست ديال لا فورماسيون راه غنخلي لكم في الديسكريبسيون، aussi lien ديال الفيسبوك اون كال لقيتو ان بروبليم ولا جو سي با اي مشكل طال لكم ديرون هاد لا فورماسيون، تقدروا تكونتاكتوني فيا فيسبوك. وبالنسبه للناس اللي جداد، يعني اول مره غادي يشوفوا هاد الفيديو، يقدروا يتابوناو في لاشين يوتيوب باش اون كا حطيت دوطرو فيديو يبانو عندهم في يعني في لا فيل داكتواليتي ديال يوتيوب ديالهم. داكوغ، دونك شفنا انتروداكسيون لهاد الكور، شنو غادي نديرو، كيفاش غادي نخدمو اكسيتيرا. دابا غنهضروا على اول يعني موديول من هاد الكور اللي هو وات از ا فايروول اند رول اوف ذا فايروول. دونك ندوزو للنيكست سلايد. اول حاجه غنهضروا على ان بارفو اون فرونسي، يعني ان بارفو ان فايرول اون انغلي، شنو هو، شنو الضو ديالو في لو ريزو ديالنا. اول حاجه غنشوفوا هنا هادو 3 ديفينيسيون، خديتهم من 3 ديفيرون سورس، ويكيبيديا اي دوتغ دو سورس ما عقلتش عليهم بالضبط، نقدر نجوانيهم لكم في لا ديسكريبسيون، مي غادي نقراوهم سورس par source وغادي نشرحوهم و ابخي غادي نهضر اون جينيرال. داكوغ، دونك اول وحده كتقول لك ا فايروول از ا نيتورك سيكيوريتي ديفايس. دونك هادي اول معلومه خاصنا نعرفو، ان الفايروول سي با ان روتور، يقدر يخدم لنا في ديكا ان روتور، مي هو مديول باش يكون نيتورك سيكيوريتي ديفايس، يعني ايكيبمون باش يسيكوريزي لينا ان ريزو. داكوغ، ذات مونيتور ترافيك to or from your network، يعني تقدر يدير لنا لا سوبرفيزيون ديال لو ترافيك لي ان اوت ريزو ديالك، يعني الترافيك اللي داخل واللي خارج كيقدر هاد ليكيبمون يدير لها سوبرفيزيون. وردوا معايا البال، انا دابا كنهضر على ان فايروول اون جينيرال، ما كنهضرش على الازا فايروول، كنهضر على ان فايروول اون جينيرال. يعني وقفاتك، وقفك شي واحد في الشارع، وقفاتك شوف تي في الشارع، قالوا لك شنو هو فايروول، هذه هي هادشي اللي غتقول لهم، اللي غنقول لك انا دابا. داكوغ، دونك انا كنهضر على الفايروول اون جينيرال. مي بون، قلنا ان فايروول هو واحد ليكيبمون اللي كيخلينا نسيكيوريزو لو ريزو ديالنا، وكيخلينا نسوبرفيزيو، يعني نشوفوا لو ترافيك اللي داخل واللي خارج او طون ريال. داكوغ، وتيخلينا يعني it allows or blocks traffic based on a defined set of security rules. كيقول لك هنايا بانه تيقدر يبلوكي الترافيك ولا يبيرميتي، يعني يخلي الترافيك يدوز ولا يحبسو، وكيتبازا على واحد security rules ديجا ديفيني في الفايروول. يعني انت كتدخل مثلا باي اكزومبل، كتدخل الفايروول كتقول لي عافاك بغيت نخلي HTTP خدام، ومثلا بغيت نحبس DNS، وبغيت نخلي هادي، وبغيت نحبس هادي، يعني هادو هما لي رول اللي كتقول الفايروول، يعني اللي هو كيتبازا عليهم باش يدير واش allow ولا block، واش يحبس هاد الترافيك ولا ما يحبسوش، على حساب دوك لي rules اللي كاينين في الفايروول في لا كونفيغوراسيون ديالو. وهادشي كنهضروا على ان فايروول اون جينيرال، يعني يقدر يكون اي اس اي، تشيك بوينت، فورتي جيت، بالو التو، يعني كلكو سوا لو فايروول، هادي هي لا ديفينيسيون ديالو. داكوغ، دونك ندوزو لا دوزيام ديفينيسيون اللي كتقول ا فايروول از ا سيستم ديزايند تو بريفنت ان اوثورايزد اكسس تو اور فروم ا برايفت نتورك. يعني هنا تيقول لك ان لو بارفو ولا لو فايروول هو واحد لو سيستيم يعني ديزايند باش يعني يحبس لينا الناس اللي نو اوتوريزي. داكوغ، ولا الدخول غير مصرح به بالعربيه. داكوغ، لواحد لو ريزو بريفي، يقدر يكون ان ريزو لان، هما سموه ان ريزو بريفي اون جينيرال. يو كان امبلمنت ا فايروول ان ايثير هاردوير او سوفتوير فورم اور ا كومبينيشن اوف بوث. داكوغ، فهادي كيقول لك ان لو بارفو يقدر يكون ايكيبمون فيزيك، يعني ايكيبمون فيزيك، شي حاجه فيزيك. داكوغ، اولا يقدر يكون فيرتوييل سو فورم ديال في ام مثلا، اولا يقدر يكون بجوج. شنو كيعني؟ كيعني انا نصو فيزيك ونصو فيرتوييل. واحسن اكزامبل على هذا هو الفاير يعني الاي اس اي فايروول ويد فاير باور سيرفيسز. تنقدروا نحطوا الاي اس اي فايروول في ايكيبمون فيزيك راه هو في الراك، وكنمابيوه لواحد
دي سيرفيس سيباري كيتسماو الفاير باور سيرفيسز كيكونوا في في ام و تيولي الفاير وان سو فيزيك و سو فيرتويال. هادشي غنهضروا عليه ابخي فاش غنوصلوا يعني الفاير باور داكور. وقال لك هنايا firewalls prevent unauthorized internet users from accessing private networks connected to the internet especially intranets. هنا تيقول لك ان لو بارفو كي يعني كي حبس لينا الناس اللي نو اوتوريزي يدخلوا اترافير الانترنت لو ريزو بريفي ديالنا. داكور هادي لا دوزيام ديفينيسيون كيف ما تلاحظوا ان تقريبا بحال لا بروميير ديفينيسيون مي هادو كلهم كي يعني كلهم دي ديفينيسيون ديال ان فايرول اون جينيرال. و عندنا لا تخوازيام يعني لا تخوازيام ديفينيسيون كتقول In computing, a firewall is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. D'accord? شنو كيعني هادشي؟ هادي تقريبا بحال لا ديفينيسيون الاولى ان لو بارفو هو واحد ليكيبمون ريزو اللي كي يعني ان ايكيبمون سيكوريتي ريزو اللي كيدينا المونيتورينغ اللي هي لا سوبرفيزيون والكونترول يعني كنكونتروليو وكنعنيو بها الا ولا بلوك ديال الانكومينغ والاوتكومينغ ترافيك بيزد على واحد سيكيورتي رولز بريديتيرميني. هاد السيكيورتي رولز هما اللي هضرنا عليهم في يعني في 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 البروميير ديفينيسيون داكور. دونك هادو هما لي ديفينيسيون ديال الفايرول والرول ديال الفايرول عندنا في لو ريزو. نتمنى انكم تكونوا يعني فهمتوا هاد لا بارتي. اللي عنده اي سؤال يقدر يخليه ليا في لا ديسكريبسيون في 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 كومونتير في هاد لا فيديو تحت هاد لا فيديو. وان شاء الله ندوزوا لا فيديو الجايه في اقرب وقت اللي غتكون على الهيستوري والمودلز ديال الاي اس اف فايرول. وغتكون واحد الفيديو طويل شويه تقدر توصل حتى ل 30 مينوت حيت غنهضروا فيه على يعني الاي اس اي ليستوريك ديالو دوبوي الاي اس اي يعني دوبوي سيسكو بيكس فاير وول حتى سيسكو نيكست جينيريشن فاير وول اللي هي لا ديرنيير يعني فيرسيون ديال نقدر نقولوا ديال الازا فاير وول. كان معكم حمزه الفجاج، نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم. السلام عليكم.